بخطوة إنسانية لافتة نظمت المجلة الإلكترونية ماج لبنان بالتعاون مع أحدى دور المجوهرات نشاط خيري لدعم جمعية لونج وينج باترفلاي عن طريق شراء براسلت نفذت خصيصا لها الحملة. أما كاميرا أغاني أغاني فكانت واكبت هالحدث والتقت رئيس الجمعية راي العبد اللي خبرنا أكثر عن الهدف من هالنشاط. أنا مبسوط كتير إنه الأويرنس تبع الهيموفيليا عم توسع بلبنان، لأنه وقت جيت على لبنان من أقل من سنتين حسيت أنه الأويرنس ما كان كتير قوي، يعني أكترية العالم ما كان يعرفوا شو الهيموفيليا. هلأ أكترية العالم بصير عندهم فكرة إيه الهيموفيليا، ما خصوا بالنزيف الدم بلون إيه، يعني صار فيه. وهذا نحن this is our plan to continue raising awareness. السيدة دونيس طوق اللي تعتبر عنصر أساسي وفعال بهالجمعية حدثتنا عن أهمية دعم كل الأشخاص المصابين بالهيموفيليا. اللي شايفتي اليوم هيدا نوع من حملات التوعية، ومشكور ماج لبنان على هالمبادرة اللي عملها، ونحن كل ريع اللي عم بدي يروح لهالمشتريات اليوم رح يروح للهيموفيليا. هلأ أنا بدي أشكر كل العالم اللي لبولنا هالدعوة. الهيموفيليا هي حالة منا مرض، بيعوزوا أدوية وإبر، هن موجودين بوزارة الصحة، بس أوقات عم بيعوزوا قصص زيادة ونحن عم نقدر نساعدهم فيها. وجوه اجتماعية فنية وإعلامية عديدة شاركت وحضرت لدعم جمعية لونج وينج باترفلاي اللي قدرت تتوعي المجتمع وتلقي الضوء على الهيموفيليا وتفاصيلها. بنهاية لونج وينج باترفلاي أسوسيشن هي جمعية من جمعيات المجتمع المدني اللي عم بيساهموا بمبادرات خاصة إنه يبلسموا بعض الجروح أو الجراح اللي صارت عصية على الدولة. وأنا من الإعلاميات اللي عم بتابع عن كسب يعني قضايا ومعاناة الناس. عاملين هيدا الإيفنت اليوم كرمال يدعموا جمعية لونج وينج باترفلاي. كتير بنبسط إنه شوف إنه مثل شاب مثل عبد عم بيستعمل البيج تبعه والنجاح يلي عم ينجحه كرمال يضوي على حالة يمكن مش كتير الناس بتعرفها. هيدي الجمعية بالنسبة لإلي يعني عندها كتير محل بقلبي، لأنه وراها جوليانا عبد وبلاس ماج لاب، يعني عبد كمان فاميلي لإلي. وبحب أنا شجع كل شيء في وراء عمل إنساني. وبتعرفي هلأ عصر السوشيال ميديا وعصر كريسمس، هلا وقت كريسمس نحن الإعلاميين كتير مهم دورنا. اليوم من زمان ما كان في حدا بيعرف يعني أو كتير قليل اللي بيعرفوا شو يعني الإيموفيليا. وصلنا نحن ساعدناهم ضوينا على هالحالة. تقريبا اليوم ما فيك تقولي قدام حدا شو يعني الإيموفيليا إلا ما صار يعرف. يعني نحن كنا وسيلة توصلنا شو هالحالة. والتوعية شغلة كتير مهمة. أنا هون مثل ما كل العالم موجودين هون لأنه كتير مهم إنه نشجع الجمعيات ونشجع كل شخص عن جد عم بيجرب انه يساعد. لبنان كله قائم على هالمبادرات الفرديه وهالجمعيات الخيريه خاصه لونج وينج باترفلاي. عبد نعماني مؤسس الصفحه الالكترونيه ماج لبنان كشف لاغاني اغاني الهدف الرئيسي من هالنشاط الخيري والانساني اللي ساهم بتنظيمه. طلعت براسي فكره، ليش بهيدا شهر الخير وشهر العطاء اللي هو كريسمس، ليش ما بعمل انا كولابوريشن صغير بكريسمس جادرينج بالتعاون مع ويسبر باي سيلفي صليبا لندعم جمعيه لونج وينج باترفلاي اللي بتعني كل الاشخاص اللي معهم هيموفيليا، وهيك بنكون عم نساعدهم. وكمان بدي اقول لكل المشاهدين اغاني اغاني وشكرا لانكم جيتوا على الايفنت، انه كمان صممنا هاي البريسلت خصيصا كرمال ندعم الجمعيه كمان، وطلعت براسنا هيك الفكره. مع حلول موسم الاعياد المجيده لفته معنويه حلوه ومؤثره لدعم اي نشاط انساني وخيري بيهدف للتوعية من الأمراض والمخاطر الحياتية.